خير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال ومتابعيها في كل مكان. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس. النهاردة طبعا معايا النجم المتألق أمير قاسم، ملك الأغاني الشعبية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، نورتني وشرفتني يا أمير. الله يخليك. يعني أنا بصراحة بحب أغانيك جدا جدا، الله يعني يخليك. أسمعها الله في يخليك. كل وقت. يعني الله يخليك. إيه أكتر أغنية بتحبها يا أمير؟ هو كان في تجربة، يعني اكتر اغنيه يعني مثلا جايبه نسبه مشاهده عاليه. انا اعرف ان وقت عزه جايبه عندك 7 مليون على ما شاء القناة الله. عندي جايبة 7 مليون. كانت تجربة مهرجان كده، شبيه للمهرجان بس فيها غناء. كانت جايبة 7 مليون في وقت قليل يعني. طب ممكن بايه بدايتك؟ يعني انت بدات ان انت تعرف ان انت عندك موهبه ازاي او كده؟ انا بدأت من وانا طفل صغير، كنت بغني. اكتشفت نفسك ازاي ان انت والله عندك كنت بغني يعني في البيت كده مع اهلي. انا ابويا اصلا بيغني كويس، يعني هو مش مطرب بس بيغني كويس، فهو رباني بقى على الموال. انا ما كنتش اعرف، انا كنت اول ما بدات كنت بغني الاغاني الهيصه اللي نازله وبتاع والرقص وكده. فمن طبع ابويا كان بيسمع يعني مواويل كتير وبيحب الموال وكده، الشعبي بيحب الموال الشعبي. فهو بقى قال لي لا انت ما تغنيش يعني الكلام ده. باباك اللي اكتشفك بالظبط كده. ما شاء الله، يعني هو اللي واهلي اكتشفه. بصراحه يعني هم اللي ادوني الحافز ان انا ايه. ربنا يا رب يخليهم لك الله يا رب يخليك. ووفقك. يعني الله يخليك اغانيك جميله جدا، يا رب انا يخليك. من الناس بصراحه اللي بحب اغانيك الله وبحب يخليك. اغنيه جميله جدا نفسي تسلمي. اسمعها، اني اللي اغنيه هي امي، اللي هي امي تقريبا. انا امي دي زي الجبل وكمان عايزه اشد. اسمعها، حلوه قوي يلا بحبها. بينا. فغناي لي بقى. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي، انا امي دي زي الجبل وكمان اشد، شالت عشاني هموم ما يتحملها حد، من غير شروط بتحبني، من غيرها ظهري بينحني، لما الظروف بتهدني تجمع شتاتي وطول حياتي في ظهري سد، صورة ملاك ما تكفيهاش لو تترسم، عاشت تخبي عذابها عني وتبتسم، نشبع في خيرها وبرضه تحرم نفسها، تقطع منابها عشان علينا ينقسم، بتسهر لوش الفجر ويكون كله نام، من نجمة تصحى قبل ما يكون حد قام، تعمل فطار وتجيب خضار لاجل الغدا، اتهدى حيلها بتحمده وتقول تمام، اتهدى حيلها بتحمده وتقول تمام. الله عليك، ربنا يوفقك. الله يخليك. جميل جدا ما شاء الله، ما شاء الله عليك. دي غنوة كنت عاملها لأمي، أنا بحبها أوي. يعني أول ما شفتها، يعني برضو أول ما سمعتها عجبتني جدا. الله والله يخليك. ما شاء الله عليك وعلى صوتك، ربنا يوفقك. كنت نزلتها على البيج برضو، جابت مشاهدة كويسة. جميلة جدا. الله أنا عايزة يخليك. أعرف يعني مثلا أنت بتلحن لنفسك ولا أنت حد بيلحن لك الأغاني بتاعتك؟ أنا وقت عوزة دي ملحنها لنفسي، ما شاء الله. وأمي دي برضو دي موالة أنا ملحنه لنفسي، بس كان في اعمال حد يعني ملحنني. في حاجات انت ملحنها لنفسك وفي انا حاجات. اصلا انا بوزع، يعني انا ما شاء بوزع الله. موسيقي وبرضه بلعب مزيكا كويس، فايه برضه ايه ليا في الموضوع شويه ما شاء الله. الحان وكده.
ايه لون الغنى اللي المفروض ان هو اقرب لقلبك يعني؟ الموال. الموال. انا الناس حبتني في الموال يعني. انا عندنا ملاحظة ان كل اغانيك حزين يا امير، يعني انت لاقي نفسك في الحزين، ولا هو هو انا مش لاقي نفسي، انا ولا انت ماشي على حسب زي ما حكيت لحضرتك. بس هي الاغاني كلها يعني حلوة قوي، اغانيك كلها حلوة، بس انا ما هو ملاحظة ده ان كل يعني، اغانيك ده اللي وصلني لقلوب الناس، لان انا بغني اللي على قلب الناس واللي على لسان الناس في الشارع. تمام، لان احنا يعني ايه من بيئة طبيعية برضو، فاهمة يعني ايه، وسط. تمام، وانا ايه حبيت ان انا ايه يعني اظهر للناس بلون يحبوني بيه. هو سهل ان اي مطرب يغني اي هيصة واي كلام، وبيتحط له يعني ايه حخامات في الاستوديو في صوته كده، وخلاص بقى نجم تمام. يعني. خلاص عمل كام حاجة بأوتوتيون، خلاص بقى نجم. فعلا كتير لكن جدا انا يعني. حتى يعني في الحالات اللي نازله لي، لو انت متابعه الحالات، في حالة انتم ملائكة، طب الله يعينكم. جميلة. فعلا ده ترند الأيام دي، انتوا ملايكة، دي دي جميلة ترند. جدا. ويعني عايز اقول لك ان انا في الشغل معروف، اول ما بدخل الفرح الاقي الناس دايما انا فعلا والناس بتغنيها في كل تمسك مكان المايك تخليني اغني من غير مايك. ما شاء الله. طب ما تسمعها لنا بقى، حاضر. يلا. انتوا ملايكة، طب الله يعينكو، حوش السبحة تفلت منكو، والله خلصت بيني وبينكو، انتوا مفيش تقدير ولا دم، اخوات مين انا ما بخرفش، كلها طفش وما تشرفش، مش قد اللقمة ما تطفحش، كل عبيتكم لو هتخون، شنطي طيورو على اللي يغورو، كل عويل في غيابه وحضوره، كله عايش لي في دور مش دوره، كله عايش لي في دور مش دوره، يلا افتح يلي زعلني، مين فيكم كان حني وشلني، نفسي واحد فيكم يسألني، وانا سمعه لو قدام مين. ما شاء الله عليك، انا مش عارفه يعني كل اغنيه احسن من اللي قبلها. الله يخليك. بس انتوا ملايكه دي حلوه قوي دي يعني. واخده ترند معايا في الشارع برضو، في الشارع يعني يعني في اي الافراح. فرح بتنزل طبعا دي اول بتغنيها من اغنيه غير بتطلب موسيقى، هي مني، اصلا حلوه اصلا مش محتاجه دي اول موسيقى اغنيه يعني. بتطلب مني. انتوا ملايكه طبعا ما يعني. شاء الله عليك. كيف يعني، طب انطلاقتك كانت في عالم الموسيقى والغناء كانت ازاي؟ انطلاقاتي ان انا اتأسست على الموال يعني. انا اول ما بدأت بدايتي كنت بغني زي ما انت قلتي لي كده، فرح وبتاع وارقص وكده والكلام من دوت ومع الناس ومش عارف ايه. بس حسيت ان في 2000 مطرب بيعملوا كده، فكله مش هيتشاف. فانا يعني لما ايه اللي يميزك مثلا؟ اللي لانك ميزني الموال، بتطلب طبعا في افراح كتيره جدا اللي ميزني في الافراح الموال، وان انا بعد المايك وكده والناس بتحب كده يعني. وبرضه في افراح يعني، في افراح في الشارع وافراح في القاعات. تمام، خلاص الناس حتى اللي في القاعات عرفوا ان انا ايه يعني، بقى بيجيبوني عشان يسمعوا مني موال. وبرضه في رقص وكده والكلام من ده، بس الاساسي ان هو موال. الناس حبتني موال، فبدايتي كانت انطلاقاتي ان انا بقيت امير قاسم بالموال. عندنا كده برضو هو حبوني. أغانيك كلها جميلة الله بصراحة، يخليك. وفي أغنية عجباني اللي هي بتاعت عاملين قرايب، أو القرايب قال. القرايب قال، سمعيني. احنا كده يعني، عايز اقول لحضرتك حلوة أوي. القرايب قال على البيدج عندي، الجزائر والاردن وتونس سوريا امريكا، بلاد كتير جدا بسبب الاغنيه دي. البيدج عندي يعني ما شاء الله اتحول من، واليوتيوب عندي برضه اتحول من حاجه لحاجه تانية بسبب القرايب قال. عايز اقول جميلة لحضرتك ان انا القرايب كنت دي. بسجل الاغنيه ديت وانا انت مش عارف عايز ان انا انزلها اصلا بسبب سبب ما انا عرفت مين امير قاسم كانت اغنية القرايب قال دي، يعني انا اول ما سمعتها فبدأت اشوف مين امير قاسم، فدي اللي خلتني يعني ان انا انا ما اعرف كنتش عايز اغنيها ليه. ده جميلة بسبب ان في يعني كل بيت يعني 50 فعلا، 60% من البيوت وكده في مشاكل مع القرايب.
فانا مش عايز اعمل ايه يعني. في ناس نفسها بتقابلني بتقول لي احنا نفسنا نحط الحاله ديت بس خايفين من كله باخد الكلام عليه، بس هو طبعا خايفين من بيبقى في بعض القرايب يعني، مش في بيبقى كله. مشاكل مع قرايب ونفسي احط الحاله بس خايفين. يعني خايفين. وانا عاملها يعني كل اللي بيكلمني حتى إيه انت في مشاكل مع قرايبك في، لا يا جماعه انا ما فيش مشاكل، بس انا حسيت انا بغني الحاجه اللي تحسها طبعا. الناس. ما فيش بيت بيبقى فيه بعض البيوت طبعا فيه بيبقى في بعض مشاكل. بيبقى في بعض المشاكل يعني، ربنا ما يجيب اي مشاكل لاي بيت يا في رب يا الدنيا، رب. بس ايه بغني اللي على لسان الناس وعلى قلب الناس طب واللي عايزه الناس اسمعها، تحسه. عايزين نسمعها بقى القرايب دي. انا كنت عايزه اسمعها من اول ما بدات اصلا. بس حاضر. القرايب قال دول عقارب طبع غالب كلهم اندال، يحسدوك لما يشوفوك ما يسر في يوم الحال. القرايب قال شفت قلة اصل منهم بس عنهم يا ما كتفك شال، مستحيل ابدا في الشده تلقى عم وخال. هم اول ناس بتشمت لو زمانك مال، هم اول ناس بتشمت لو زمانك مال. شفت غيره وخل منهم يا ما بخت انا مال، حسدوا فيا وجم عليا ويا ما وقف الحال. لما قلت في يوم قرايب رد عقلي وقال فوق لنفسك يا ابني واصحى كله عاوز المال. الحبايب قال ياللي كنتوا في يوم حبايبي قلبكم نساي، نسيتوا قلبي نسيتوا حبي إلا عنكوا شال. عمري ما بكي في يوم عليكوا غالي دمع العين. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظك. دي بصراحة الله بالنسبة لي أغنية، أجمل أغنية بصراحة، يعني بحبها جدا وبحب أسمعها دايما، يعني بسمعها يعني. يا رب يخليك. وأنت يعني طبعا أعلى نسبة مشاهدة عندك على أغنية وقت عوزة، صح؟ وقت عوزة والقرايب قال. يعني أكتر اتنين، صح؟ القرايب قال وقت عوزة، ولا في حاجات كمان بقى يعني، في أنا أمي دي زي الجبل اللي أنا كنت لسه قايلها، دي جميلة برضو جايبة مشاهدة كويسة. في أغاني كتير أنا يعني المشاهدات عندي كويسة الحمد لله، ما شاء الله. برضو بحب الناس وبحب أهلي وبلدي طبعا، ليها الفضل عليا كتير. بس طبعا طبعا الفضل طبعا لأهلك طبعا، لأن هم سبب اكتشاف موهبتك طبعا يعني. ربنا ثم أهلي طبعا. ربنا يخليهم لك، وربنا الله يا رب يخليك. يوفقك وطبعا دايما في نجاح يا رب يخليك. يعني اشوفك طبعا كده تسلمي اكبر مطرب في الوطن العربي كله. تسلمي لي يا رب. طيب عايزين بقى، بما اننا ان احنا الحلقه بتاعتنا هتخلص او قربت ان هي تخلص، عايزين اغنيه نختم بيها الحلقه. اختار بقى انت كده اغنيه كده نختم بيها الحلقه. تمام، انا هقول يعني بعض مواويل كده كان حاجه بقى ايه كان يعني عشان خاطر والدي. عشان خاطر طبعا والدي فوق راسنا، فهم هو اللي محفظهم لي يعني من زمان كده وانا صغير طفل، يقول لي غني الاغنيه دي انا حابب اسمعها منك. يا بابا مش هينفع انا عايز ارقص، يقول لي لا مش هترقص لازم تغني دي، احنا عندنا الناس بيحبوا الكلام ويسمعوك ويحبوك. يعني باباك بيحب الاغنيه دي اصلا، وكمان يعني من شخصيتك هبان الاغاني دي من شخصيتك يعني. مع احترامي لجميع المطربين طبعا، كل واحد بيتميز بشخصيته مع الكلام اللي هو بيقوله، مع شخصيته، مع الكلام اللي بيطلع منه. من هنا بتتميز شخصيته. فهو ابويا كان يقول لي ايه غني الكلام الحلو عشان الناس تسمعك. فعلا انا شايفه انا اصلا بقى كله بيغني حاجات كده دلوقتي، بقى في مهرجانات كتير. انا طبعا مش مفهومه مش اصلا، مش معترض في المهرجانات يعني. انا في تجربه لا مهرجان طبعا احنا قريب، كلنا انا وبرضه بنحب حد نجم المهرجانات، بس الفكره كلها بقى في مهرجانات ما بالظبط. انا كلماتها مش قايل حلوه وما المهرجان تنفعش في كلام تتسمع يعني، في كلام كويس، في كلام يتسمع. تمام، فانا اقول ده موال كان والدي محفظه لي. تمام، واقول عشان خاطر والدي برضه، عشان قبل ما اخرج من البيت قال لي لازم تقول الموال ده. ربنا يخليه لك يا رب.
يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا البنت حبت واد والواد خالي من العيب، وقالت له يابا الغرام مدام حلال مش عيب، سيبك من اللي يقول المال كتير في الجيب، سيبك من اللي يقول المال كتير في الجيب، ده السعي للمجتهد والفقر يابا مش عيب. الأب عنده الجشع، الأب عنده الجشع ودماغه حديد متلين، عايز عريس مبسوط والمال معاه ده كتير، بيقول أنا اللي ربيتك والمال راح مني يجي فقير الحال ياخدك كمان مني، بيقول أنا اللي ربيتك والمال راح مني يجي فقير الحال ياخدك كمان مني. حبيبها يقول يا ناس، حبيبها يقول يا ناس، عدل الإله راح فين؟ محكومش في الدنيا غير زندي ودمع العين، وجي عريس مبسوط غني وعنده المال، وجي عريس مبسوط غني وعنده المال، قال له شرطي يا ابو البنيه ما جيبش منها عيال، ابوها فاق في الحال وقال يغور المال، الدنيا زوال والمين هتدوم هديها للغلبان حتى لو القيامه تقوم. خليتنا نعيط يا امير كلنا. خليتنا ده عشان خاطر والدي، الموال ده والدي حفظه لي من بدايه ما انا غنيت ما شاء الله، وكان برضو وش الخير عليا هو والدتي طبعا، ربنا يخليهم موال ام ده كان وش الخير عليا طبعا، يطول عمرهم كده ويبارك ليهم، يبارك لك فيهم كده ان شاء الله، الله يا رب كده. الله يخليك، نورتني وشرفتني النهارده يا اميره، الله يخليك، انا اللي اتشرفت بحضرتك، انا عايز حلقه 3 ساعات بصراحه. اهلا يا ميرا، ربنا يوفقك، انا اتشرفت بحضراتكم واتشرفت بالاعداد واتشرفت بيكي انا اللي سعيده جدا بوجود حضرتك معايا النهارده. يا رب يخليك. طبعا بقدم كل شكري وتقديري للنجم المتألق أمير قاسم، وبقدم كل شكري وتقديري لقناة الصحة والجمال وكل المقيمين على قناة الصحة والجمال، وبقدم كل شكري وتقديري للسادة المشاهدين. استنوني في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس، أشوفكم على خير.